تم إخلال العقارات المجاورة للعقار اللي حصل انهيار أرضي تحت منه، وسيتم فحص العقارات فورا لبيان أي منها يجب إزالته أو إخلاءه بشكل نهائي وكلي. بطلب من المسؤولين فورا أن يتم إزالة العقار المائل عن طريق شركة متخصصة، ولتكن شركة المقاولون العرب أو أي شركة أخرى متخصصة في إزالة مثل هذه العقارات بمعدات وتجهيزات تصلح للدخول داخل هذه المنطقة السكنية المأهولة والتي تتميز بأن شوارعها ضيقة. بالنسبة للأهالي اللي تم إخلاءهم، لابد فورا من إعداد مآوي لهم حتى عودتهم لعقاراتهم اللي تم إخلاءها.